السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موضوعنا النهارده بخصوص برنامج الانترنت داونلود مانجر. جايب لكم نسخه يا جماعه متفعله جاهز من الشركه نفسها، مش محتاجه سريال ولا كراك ولا اي تفعيل ولا فيها اي مشاكل تماما. النسخه ان شاء الله هتبقى مرفوعه تحت الفيديو، تقدر تحملها. هي بمساحه 4 ميجا. بعد ما تحملها هيدي لك ملف مضغوط، هتفك الملف هيدي لك الفولدر ده. هندخل عشان نسطب البرنامج مع بعض. هتروح على ايقونه البرنامج نفسها، سيبك من الايقونات دي، ما تلعبش باي حاجه من الايقونات دي، سيبها زي ما هي كده. احنا اهم حاجه عندنا الايقونه الخضراء دي، هتقف عليها كليك يمين وتعمل ران اس ادمنستريتور. تمام، البرنامج هيفتح معاك عشان يتسطب. طبعا زي ما انت شايف في لغه غريبه ظهرت لنا، امشي بالخطوات اللي انا بعملها. هتدوس على المربع ده، وبعدين هنحط صح هنا على علم امريكا عشان يديلك اللغه الانجليزيه جوه البرنامج عشان تستخدمه باللغه الانجليزيه. وبعدين هتدوس هنا هنا يعني زي نيكست نيكست فينيش، بس اللغة غريبة شوية. تمام، البرنامج نزل له ايقونة على الديسكتوب اهو. طبعا هو كده اتسطب خلاص. المفروض دلوقتي يظهر لك الايقونة بتاعته تحت جنب الساعة اهو، هو ينقلك سكسسفلي. البرنامج فتح اهو معانا زي ما احنا شايفين. لو انت دلوقتي رحت على كلمة ريجستريشن هتلاقي مقفول مش شغال. لو رحت على هيلب وعملت اباوت هتلاقي ان البرنامج متفعل للشركة نفسها انترنت داونلود مانجر. تمام، البرنامج الاصدار بتاعه 6.18، يعني تقريبا اخر اصدار، مش محتاج اي تفعيل او اي كراكات او اي كلام من ده. هنا هيظهر لك بيقول لك ان انت ما عندكش لغة عربية فانت عايز تثبتها، فهتقول له يس عشان يحملها لك. تمام، قول له اوكي كلوز. زي ما انت شايف البرنامج فتح بالعربي اهو. لو انت عايز تغير اللغه بتيجي هنا على كلمه اللغه وبتعمل انجلش، تقول له يس اهو، البرنامج فتح معانا تاني. تمام، برضو لو رحنا على الهيلب وعملنا اباوت هتلاقي ان البرنامج متفعل معاك من غير اي مشاكل. طبعا تقدر تستخدم البرنامج ده فور ايفر، مفيش فيه اي مشاكل تفعيل خالص. زي ما كنا قابلنا الفتره اللي فاتت ان كان بيظهر لك رساله بيقول لك ان البرنامج جواه سيريال مزيف او كده، ده مش هتظهر لك خلاص. تقدر تحمل الاصدار ده وتسطبه، مفيش فيه اي مشاكل. يا رب الناس تكون استفادت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.